عندك رمقان، عندك سواد، عندك اسمرار، بشرتك فيها هالات سودة كتير، بشرتك مرهقة، بشرتك تعبانة، بشرتك فيها بقع من الحبوب، اثر الشمس. بجد الماسك ده هيفتح البشرة، هيوحد اللون وهيخلي البشرة صافية، ده غير انه هيمحي اي اثر حبوب واي حب شباب. بجد الحاجات التحفة الجميلة السهلة البسيطة اللي هتوحد اللون، ده غير انه كمان هتشيل كل الهالات السوداء وهتفلتر بشرتك بجد بشكل طبيعي. لايك شير سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول، شير الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا، ما تنسيش تعملي لايك وصلي على النبي في الكومنتات وقولي بتتابعوني من اي بلد. اول حاجة هستخدمها معايا وهو الكركم، تمام، ناخد كده معلقتين من الكركم. الناس اللي بتخاف ان الكركم يطبع على البشرة، اما تجيبي الكركم من العطار قولي له عايزاه بدون لون، يعني ما يدولكيش في لون خالص، لان اللون هو اللي بيعمل كده. قولي له عايزه الكركم خام معلهوش اي لون او اي اضافات. خدت كده معلقة يعني صغيرة مليانة كده من الكركم، وهبدأ أضيف عليها معلقة صغيرة جدا من جل الصبار. الكركم الأول فوائده من الحاجات اللي بتفتح البشرة، بتشيل الهالات السوداء، بتشيل البقع، بتشيل التصبغات، بتشيل الكلف، بتشيل النمش، بتدي تبييض فوري. كمان من الحاجات السريعة في تفتيح البشرة بشكل طبيعي، فالكركم من الحاجات التحفة اللي بجد خطيرة في تفتيح وتوحيد لون البشرة. هنا هاخد معلقة من الصبار، والصبار من الحاجات اللي بتكبد المسام، بتفتح البشرة، بيوحد اللون، كمان بيرطب البشرة جدا جدا، من الحاجات اللي بتنظف المسامات، كمان من الحاجات اللي بتدي نعومة وترطيب قوي للبشرة. فهبدأ احط كمان معلقة اهو من جل الصبار، هحاول على قد ما اقدر هدخل الكركم مع جل الصبار اللي هو بس ألمهم كده شوية مع بعضهم، تمام. وهبدأ أضيف عليها معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون. فايدة الزيت انه بيشد البشرة من التجاعيد، بيشد الخطوط التعبيرية، كمان يدي نعومة وترطيب قوي في البشرة، لان احنا في فترة الشتاء فمحتاجين ترطيبات قوية. فالزيوت افضل حاجة ممكن تحطيها على البشرة، خصوصا ان البشرة بتمتص كل الدهون والزيوت في فترة الشتاء. فهنا هبدأ ان انا اخد معلقة من زيت اللوز الحلو. طبعا برضو عشان نبقى عندنا وعي او فكرة، الزيت مش هيفضل دايما على البشرة، هو بس كمجرد ماسك فترة معينة وهبدأ اشيله، يعني ما تقلقيش ان هو ممكن يزيد البشرة اكتر او كده لو انت بشرتك دهنية، لا خالص، انت مجرد ربع ساعة نص ساعة بالكتير على البشرة وببدأ ان انا اغسله. هقلب بقى المكونات كده كويس لحد ما تنعب معايا، تمام. هي بصوا نعمت معايا خالص ازاي. هبدأ اضيف هنا معايا معلقة صغيرة جدا من النشا او الكورن فلاور، حاجة بسيطة مش كتيرة، بصوا بس انا هنا عايزة فوائد النشا، لان النشا من الحاجات اللي بتفتح البشرة بسرعة، بتمتص الدهون الزيادة، كمان هتمتصلي الزيوت الزيادة اللي انا هبقى حطيتها على البشرة من الماسك، كمان من الحاجات اللي بتفتح البشرة سريعا، كمان بتوحد اللون. فهو انا محتاجة معلقة صغيرة من النشا وهبدأ ان انا ادمجهم، تمام. وهبدأ اضيف معايا معلقة صغيرة جدا من الفازلين، اي نوع فازلين بقى عندك انت بتحبيه او بتستخدميه، اهو حاجة بسيطة قوي. الفازلين تحفة للبشرة بجد، عن تجربة، من الحاجات الحلوة اللي بتفتح البشرة، عشان بيرطب ترطيب قوي، ما بيخليش البشرة مشدودة، ما بيخليش البشرة فيها جفاف، ما بيخليش البشرة تتشقق، ما بتخليش البشرة فيها اي مشاكل. في نفس الوقت الناس اللي بتقول بيسد المسام، مش هيسد المسام، لاني انا ما بحطش الماسك او بسيب الفازلين على بشرتي طول اليوم، انا بسيبه لمجرد ربع ساعة نص ساعة اللي هو بس اخد ترطيبه وببدأ اغسل بشرتي. فهبدأ اقلب كل المكونات اهو، تمام.
بصوا بقى عامل ازاي. كل اللي انا هعمله دلوقتي هجيب طبق فيه ميه سخنه وهرجع اوريكم هنعمل ايه. ادي الطبق ميه سخنه بتغلي، حمام مائي يعني، وهبدأ احط الماسك بتاعي على الطبق لحد ما الميه دي تبرد ويكون الماسك بتاعي ابتدى الفازلين اللي فيه يسيح والزيوت الماسك بتاعي يبقى ناعم ان انا اعرف افرده على البشره. هنا هبدا ان انا اخلي المكونات اسيحها كده في حمام مائي، وبعد كده هرجع اوريكم هنحط ايه تاني. في حاجات ما ينفعش احطها وهي على الحمام المائي، فلازم ان انا اكون شايله الماسك عشان ابدا اضيف الاضافه التالمه. فهنا هبدا استنى لما يسيح او يفك وبعد كده هرجع اوريكم هنعمل ايه. اهو بصوا يا بنات فك معايا خالص ازاي وبقى ناعم خالص. بصوا هو ده اللي انا محتاجاه. انا بس هنا ايه هشيل بقى الطبق وهرجع اوريكم هنعمل ايه. هنا بقى المكون اللي لازم اضيفه عليه، اضيفه وهو شايلاه من على الحمام المائي، ما ينفعش احطه وهو سخن، اللي هو فيتامين اي. فهنا هبدا ان انا اضيف معايا هي كبسوله من الفيتامين اي، كبسوله صغيره تمام، يعني في منه كبسولات وفي منه الازازه، فالمتاح عندك تستخدميه عادي، هو المهم يكون فيتامين اي. فيتامين اي طبعا كلنا عارفينه انه بيشد البشره وكمان بينعمها وبيرطبها وبيديلها تفتيح قوي. انا هنا قلبتهم بقى كلهم، هجيب معايا علبه صغيره وهبدا اضيف الكريم بتاعي. تمام ده خطير. بصوا حلو قوي، بيشيل الهالات السوداء والبقع والتصبغات والكلف والنمش وبيوحد اللون. كل اللي بعمله ان انا بستخدمه، بصوا اهم حاجه يكون على بشره نظيفه، وابدا ان انا احطه على كامل البشره او المكان اللي فيه غمقان او سواد او اسمرار بالشكل ده. شايفين وناعم جدا بصوا، وبتبداي تسيبيه لحد اما ينشف لمده ربع ساعه او نص ساعه، وبعد كده بتغسليه كويس قوي وبعد كده بترطبي بعدها. بجد حلوه قوي 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 ونتيجته خطيره، جربوها بجد وقولي لي ايه النتيجه ورايكم ايه فيها. حلوه قوي. لايك شير سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول، شير الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا، ما تنسيش تعملي لايك وصلي على النبي في الكومنتات وقولي بتتابعوني من اي بلد.